لك اهلا وسهلا فيكي. خبريني بقى، امتى رجعتي لك زينة؟ والله هلا مالي غير شوي، غيرت ثيابي واجيت بسرعه حتى اعطيكم الهدايا. يي والله ما كان في داعي. يا الله ليش هيك عذبتي حالك لك زينة؟ يسلموا ايديكي. يلا فوتي حبيبتي يلا. شكرا. وين جميله؟ جميله جميله مو هون، راحت على مرسين. شو اخذها لهنيك؟ لانه اليوم عرس مهند. برقصي؟ لا مو جاي على بالي لهلا، مو قادرة صدق يلي عم بصير. هن اصلا متزوجين، العرس ما رح يغير شيء. بس هيك الموضوع صار اصعب عليه، ما بقى يقدر يتركها. نصحته بس على الفاضي. شايف بعينك؟ هاي الوحدة محتالة وقاعدة عم تمثل علينا كلنا. والله البنت كتير بتخوف، كل ما سايرناها رح تشوف حالها علينا أكتر. مؤيد والله أنا ما فيني أتحمل هالوضع. طيب أنت لازم تلاقي لي حل. خلاص أمي. طيب بعدين معك، شو ما في بدمك غير كلمة طيب؟ طيب شو يعني؟ أمي تابني هلأ. لحظة، بدك شيء؟ اي والله علي. روح لهم لهدول. يأسفوا لنا شغلة حلوة لأني بدي خلص. اقعد يا زلمة بلا جنان. اقعد. عن أي جنان عم تحكي يا أخي؟ لك مو اليوم عرسي. خلص اقعد هلا بعدين بترقص. اقعد. بدي ارقص. ممكن إنه ترقصي معي؟ لا شكرا. خليك هون مهند، لا تساوي هيك. حاضر. اهلا لسمر هجموا عليهم لهون، يعني الجماعه كانوا جايين يمكن يقتلوا ويقتلوا بنتهم كمان. طبعا مهند المسكين مو قدران يترك البنت وهي بهيك حاله، وهن اصلا كاتبين الكتاب، يعني قولي عرس على عين الناس، يعني مشان البنت تتصالح مع اهلها وحلو هالمشكله بقى. كثير منيح. مبروك. بدي اعترف لك بشغله، بس ليكي من هلقها ما بدي اياك تزعلي مني. انا اعطيته هديتك لمهند. جميله قالت لي ما اعطي اياها، بس انا ما سمعت منها. ما فهمت عليكي، اي هديه؟ لك هدية راس السنة. بس أنا ما جبت له أي هدية. بس جميلة شو عطيتي لمهند؟ بس أنا عطيته للي. انسي الموضوع كله، ما أنا إليك. مو إليك يعني، مو أنتي، اي قصدي علي. مزبوط، اصبح انت مالك اي علاقه بالموضوع كله. شفتي شلون انا خربطت بيناتكم؟ بس ليكي ساوي لك شاي، خليني ساوي كاستين شاي نشربهم مع بعض.